استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي بمكتبه في قيادة الحرس الملكي الفريق توماس بريكسون نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق. رحب سمو قائد الحرس الملكي بنائب قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق. خلال اللقاء بحث سموه مع الجانب الأمريكي أطر تعزيز التعاون العسكري المشترك، مشيدا سموه بقدم وعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات وما تشهده تلك العلاقة من تطور ولماء على كافة الأصعدة.